انا لما اكون عطشانه بجري على اي ميه. أيوة. يعني ميه بقى صحيه، ميه بالليمون، ميه بالبرتقال، المهم ميه، انا عطشانه هشرب اي حاجه قصاد. لكن لما اكون انا اوريدي مش عطشانه، فلما بتتحط قدامي ازازه ميه فبسال طب هل دي كذا، طب دي اورجانيك، طب دي، يعني ببتدي افكر العقل يشتغل. ايوه المنطق يبقى موجود في العلاقه، المنطق. فاحنا اكبر واسوأ حاجه بتحصل في حلاوه البدايات هو ان احنا بننبهر بالشخص التاني. دايما بنسال سؤال، هل احنا بنختار بالعقل ولا بالقلب؟ كل الناس اللي بتقول بالعقل حتى في الاخر بنختار بالقلب، ولكن لما يبقى فيه شويه منطق واحنا بنختار بالقلب بيخلي العلاقه اقرب ما يكون للسواء. هي الفكره هنا انبهرنا بالشخص، كل ما كان فيه انبهار كتير قوي، عارفه فكره السباركل الكتير، وفي يعني دباديب وقلوب كتير كتير، ده دليل على انه في مشكله ما هتحصل. كل ما زاد العطاء وكل ما زاد الابهار عند الراجل او الست في العلاقه، كل ما كان ده دليل على انه دي علاقه مش صحيه او في المستقبل هيبقى فيها مشكله. انا بحس ان احنا كبنات ان انا اللي برسم الحاله الحلوه اللي انا عايزه اعيشها. ايوه، يعني انا عايزاك تبقى بالصوره الفلانيه، فخلي بالك ده انا اللي رسمه لك الفريم الحلو ده في خيالي وحطاك بطل الروايه. ده حقيقي صح. يعني عشان كده احنا كستات بنتصدم لان هو ما قامش بالبطوله، يعني هو ما عرفش يمثل الدور زي ما انا عايزه. اللي انا رسماه، اللي انا رسماه، هي فكره هنا احلام اليقظه. انا عندي احلام يقظه، انا بتخيل ان الشخص ده بالظبط الفارس الهمام، واقعد ارسم الصوره دي جوايا كتير، وكل عمل هو بيعمله صغير انا بكبره جدا قوي، بننفخ علشان انا عايزه يبقى كبير. صح. يعني انا اللي بضحك على نفسي بعقلي عشان انا نفسي انه الصوره تبقى شكلها حلو، نفسي ان هو يبقى احسن شخص.